يا فندم، انا بعت كل حاجه لحضرتك. فعلت خير. يا مروان انت فين؟ طب يلا بسرعه. ايوه كله طبعا ماشي. سابت مخالف اهو، سابت مخالف. حد اللي جاي ده سابت مخالف، مش ده المقاومه. ازاي ده حصل؟ اهربوا، ما تخلوش حد فيكم يتمسك، اهربوا. خلاص يا باشا، جيم اوفر، كلها دقايق والكلابوش يبقى في ايدي. انا مش فاهم ده. هو انت؟ ايوه انا اللي بلغت. اتغدينا بيك يا باشا قبل ما تتعشى بينا. الخس الخس عليكي، وانا اللي هيثم حذقني منك وما صدقتوش. انت يا هيثم، انت تخطب بيا انا يا امارتي؟ اخس عليك. هو دلوقتي معايره يا شايب؟ ايه في ايه؟ أنا كان عليا ديون بس كنت عايز أسددها، بعدين ما حصلش حاجة يعني، أنا آسف. على العموم أنت رهنت على اللي ما عندوش أي حاجة خالص. خلاص يا باشا، كل حاجة بتاعتك بقت بتاعتي. أنت الفقر اللي حاسدة فوخك، فكرت نفسك هتورثيني بالحياة. حصل يا باشا. لا حصل وإيه؟ رسمي كمان. التوكيلات دي بقى يا باشا مضيت لي عليها بنفسك بالقلم المومبلو، وختمت لي عليها كمان بايدك، ومضيت لي على بياض يا نوري، ووثقتهم في الشهر العقاري، وهترجع شحات. ده بعدك، انت بتحلمي. لا يا باشا انت. اللي صعب بسرعه ده بموت. في بنت عش وملح يا شيخ. انت خلط العيش والملح، في ناس بتاكل معاك عيش وملح عشان جعانه، وانت جعان زي وتستاهل الموت. انا بنت زي الكلاب بعد ما عملت كل حاجه عشانك. هديك نص صغروت يا حمار. بعدين لا لا كله سلم نفسك، اللي معاه سلاح سلمه. الحمد لله يا باشا، الحمد لله ان انتوا جيتوا. نوري قتل هيثم وكان هيقتلنا كلنا كلنا. انت بقى فعلت الخير. ايوه يا باشا انا فعلت الخير. احنا مش عارفين نشكرك ازاي، بسببك قبضنا على اكبر عصابه دوليه لتجاره الاعضاء ورئيسها النوري. سيبوا كل حاجه عشان النيابه. ابعت لي الاسعاف بسرعه عشان في مصابين هنا. بص بقى يا فندم، يعني عشان فعل الخير يكمل. القلم ده بقى يا باشا هحليك كل جرائم النوري.